موجة سريعة للي حصل بسرعة جدا. لا شيء، هو ده طبيب كان عندي في قسم جراحة القلب والصدر، وبعدين كان كثير المشاكل مع زملائه، معرفش عنده ظروف ايه بالظبط، هل نفسية هل سلوكيات غلط، وكان بيضرب زملائه بالفعل، وكان بيعمل مشكلة مع المرضى نفسها، يعني شد مرة خرطوم من صدر المريض عنوة كده بلا مبالاة، وكان ساعات بيضرب مريض، يتعدى عليه يضرب مريض كمان. فانا ما بي الا انا قدمت مذكرة لمجلس الاسم، والمذكرة محتواها ان الراجل ده لا يصلح ان يكون جراحا للقلب والصدر، ولازم اتخذ اجراءات قانونية معاه. مجلس الاسم رفع مذكرة للكلية وحولته للتعريف في الجامعة، وخد جزا عندنا تنبيه مشدد او حاجة زي كده. فطبعا هو قدم استقالته، احنا ما طردناهوش، هو قدم استقالته ان لا طبعا خوفنا من العينين ما شغلناهوش، كلنا جميع الاساتذه في الاسم الحقيقه. بعد كده راح قدم في اعلان لقسم التشريح برئاسه الدكتوره امل حلاوه، راح هناك عمل نفس المشاكل وضرب زميلات المعيدات وتوعدهم بالقتل، وتوعد الاستاذه الدكتوره امل حلاوه رئيسه القسم بالقتل هي كمان. وبالفعل قعد تعرف من مجلس الاسم عندهم في التشريح ان انا اللي باع. الدكتوره امل اتصلت عليا طبعا، معاها تليفوني في القسم عندي، بتقول لي بعت لي الملف الكامل بتاع الولد ده عشان نرفع مذكره قانونيه للجامعه. بعت لها الملف كامل. فكان بالتالي اللي حصل ان بعض اعضاء التدريس هناك قالوا ان الدكتور عبد الهادي هو اللي بعت الملف ده امل حلال. وده انا الملف ده قانوني ان ابعت واحد بيبعت ملف سوء سيرفيس ليك لطبيب كان عندي، راح هناك بهدله. فطبعا هو اول حاجه عملها ان توعد الدكتور امل ان هو رئيس قسم تاني وهيقتلها. وبعد شويه لقيت ان وجيهم الثلاث تقريبا راح القسم عندهم ما لقاش الدكتور امل، ما كانش جات ومعاه المسدس وجاهز يعني. فجي القسم عندي، كنت انا بمر على العنايه المركزه لجراحه القلب والصدر على عيان كان بينزل فشل كلوي اسمه الحاج موسى، اديت التعليمات بتاعتي للنواب والمدرسين المساعدين، وكذلك كنت بمر على عيان كنا عامل له اربع شرايين في القلب عنايه المركزه كذلك. وانا خارج من العنايه في من جراحه الصدر لقيت انا ما لقيتش، انا لقيت حد بيقول لي دكتور عبد الهادي، ابص بضهري لقيت الخرطوش في دماغي، فقدت الوعي لمده بيقولوا دقيقه او دقيقه ونص دقيقتين يعني. طبعا الزميل اللي كان معايا النواب خدني على حبره ووقع بيها في الارض عشان دماغي ما اتخبط، بس انا ما دريتش بحاجه. دريت بعد دقيقتين ثلاثه ان الدم بيطلع من دماغي من كل حته. طبعا الزملاء ما شاء الله عملوا كبسوا الدم ده ودخلوني العناية تحت، وخدوا غرز للجرح ونزلوا، عملت أشعة مقطعية الأولى على المخ، طلع إن الجمجمة سليمة الحمد لله، ما حصلش فيها الحمد لله. بس ما قدروا الزملاء بقى اللي كانوا معايا إنه شد عزلات أكثر من ثلاث أربع مرات، ما طلعش أي طلقة خالص من المسدس أو الخرطوش اللي كان معاه. فأنا الحمد لله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا دكتور. الحمد لله على السلامة يا دكتور عبد الهادي. انا اعتقد زيارتي للراجل بتاع الكلى اللي بينزل في الرئه الشمال ده هي اللي حمتني، لان انا جاي مخصوص عشان الراجل ده هو الحاله بتاعه القلب المفتوح. مفهوم. الحمد لله، الحمد لله على سلامتك يا دكتور عبد الهادي. الف يوم مروري، الف حمد لله على الناس دول، الف حمد لله على سلامتك يا دكتور عبد الهادي. شكرا جزيلا انك كنت موجود معانا، انا سكت خالص عشان اسمعك تدخل تكمل مهمتك، بشكرك شكرا جزيلا، ومره ثانيه الحمد لله على سلامتك. واحنا عارفين انه الدكتور عبد الهادي كمان توجه لاكيد الاقوال، وزي ما قلت لحضراتكم ان النيابه كانت طلعت بالفعل بيان، وانه المتهم دلوقتي حاليا تم توجيه المعيد ده، تم توجيه تهمه الشروع في قتله، هو محبوس على ذمه التحقيقات اربع ايام.